13 ديسمبر هو عيد ميلاد النجمة الكبيرة ماجدة رومي. من هنا من صباحك ومطرحك كلنا بنقول للنجمة ماجدة رومي كل سنة وانت طيبة. هي ماجدة حليم الرومي، ولدت في جنوب لبنان بنت الموسيقار اللبناني حليم الرومي اللي كان ليه دور كبير مع السيدة فيروز خصوصا في البدايات. والدتها هي السيدة ماري لطفي، مصرية من مدينة بورسعيد. تأثرت ماجدة الرومي من الطفولة بعمالقة الغناء زي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وأسمهان. ابن عم ماجدة الرومي ريموند صدقي هو أول واحد لاحظ موهبتها الكبيرة وأنها بتملك صوت استثنائي، ولكن الوالد كان رافض تماما الفكرة وشايف أنها لازم تكمل دراستها الأول قبل أي حاجة. وبعد إلحاح شديد جدا وافق، وقدمت ماجدة الرومي في واحد من أكبر برامج المواهب الغنائية في لبنان وقتها، استوديو الفن، وهو كان فعلا من أعظم برامج اكتشاف المواهب في الوطن العربي، وده كان بمساعدة ابن عمها. أذهلت لجنة التحكيم بأدائها المتميز لأغنية أنا قلبي دليلي للفنانة ليلى مراد، وحصلت على المركز الأول بجدارة. سنة 1975 قدمت ماجدة الرومي أغنيتها الأولى عم بحلمك يا حلم لبنان، ولفتت نظرها عم بحلم لك يا حلم لبنان تقريبا، ولفتت نظر المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وقتها. فكان هنا بقى شيء مختلف، عودة الابن الضال، قدمها في الفيلم ده وبرزت جدا واشتهرت جدا بالأغاني فيه، وكان دورها مميز جدا، وبدأت الناس تحب ماجدة الرومي وتعتبرها مطربة كمان مصرية. من أشهر ألبومات ماجدة الرومي خدني حبيبي، كان ده سنة 1977. من زمان سنة 1982 العصفورة، 1983 يا ساكن أفكاري، سنة 1986 ضوي قمر، سنة 1988 كلمات، سنة 1991 ابحث عني، 1994 رسائل، سنة 1996